بصنفها، الصنف الاول والصنف الثاني، يعني عندهم بالعاديه المشاكل، مشاكل ماديه كتعرفوا هذا الغلاء اللي كان وصلنا له دابا حاليا، زيد عليها المشاكل اللي كنعانيو بها دابا حاليا دابا ديال المحروقات. كنتفاجئوا بهذا العمده اللي جات دابا حاليا، مع العلم هذه السيده العمده طلبنا معها يلا باش بدات العموديه ديالها، بقات الصفه ديالها، درنا واحد المجموعه ديال الرسائل باش نقعدوا معاها ونطرقوا للمشاكل اللي كنعانيو مع اللي كنعانيو بها في هذا القطاع ديالنا. للاسف هذه السيده كانت سد عنا الباب مهنيا ديال سياره الاجره، لا الصنف الاول لا الصنف الثاني، كيستنكر هذا العمل اللي كدير هذه السيده هذه، كتاخذ قرارات انفراديه ماشي غير في القطاع ديالنا، في جميع القطاعات. ما يمكنش تزيد عندنا واحد 40% غير من عشيه لضحى، راه ماشي ما يمكنش، راه امبوسيبل. حنا عندنا بالعاديه المشاكل وتزيد عندنا هاد السيده هاد. الرساله ديالنا هاد السيده تقعد معنا طاوله الحوار، وديك الساعه الا كنا في الامكانيات ديالنا غادي نزيدو، ما كانش في الامكانيات ديالنا راه ما غاديش نزيدو. كنوجه لها الدعوه هي بنفسها، راه ما كاينش شي مهني لا الصنف الاول ولا الصنف الثاني غادي يخلص لها هاد الزياده اللي تزادت، ما غاديش نزيدو على المواطن، ما يمكنش. حنا كنا داخلين في ازمه، المغرب كله ماشي العالم كله داخل في ازمه، وحنا غادي نزيدو على المواطن؟ ما هادي ما مدخلينهاش راسنا، ما عمرها غادي يكون شي زياده على المواطن. الاغلبيه مجلس مدينه الرباط قد صادقت على القرار الجبائي الجديد اللي كيهم واحد المجموعه من المجالات، وكانت عرضته تقريبا فرق المعارضه جلها، وهذا القرار هذا جاء بواحد المجموعه من الزيادات في الاتاوات اللي كتفرضها جامعه الترابيه، ومن بينها مهم قطاع ديال سيارات الاجره بفئتها الصغيره وكذلك الكبيره. هذا الاجراء هذا اعتبرناه بانه اجراء غير موضوعي اولا وغير واقعي، على اساس انه جاء مباشره من بعد واحد الفتره ديال كورونا اللي كانوا ما يشتغلوش فيها سيارات الاجره، جاء من بعد واحد المجموعه من الزيادات في المواد الاستهلاكيه الاساسيه، مما صعب شويه الوضعيه الاجتماعيه ماشي غير لهذه البيئه ولكن لعموم الشعب المغربي، وكذلك انه يضرب حتى في العمق ديال المقاربه اللي اعتمدها المجلس اتخاذ واحد المجموعه من القرارات اللي كيقول او يدعي الاغلبيه من مجلس مدينه الرباط انها تعتمد على المقاربه الاجتماعيه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.